إليكم مجدلة. من بعد ما عشت تجربة الأمومة للمرة الأولى بكل تفاصيلها، من بعد ما عطيت من كل قلبي لمهنتي بمجال الإعلام، اليوم أهدافي ونظرتي للحياة اختلفوا. أولوياتي صارت لعائلتي ولبنتي يلي دايماً بسعى أنه أقدم لهم كل احتياجاتهم بدقة كبيرة. واليوم أنا كتير سعيدة أنه شارككم رأيي لاختيار الأفضل لإليك ولعائلتك.